كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمبادرات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، مؤكدا معاليه أن اهتمام وتقدير المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لمبادرات سموه يبين المكانة التي حققتها مملكة البحرين ودورها الحضري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وثمن معاليه مبادرة سمو رئيس الوزراء الموقر والتي تهدف إلى إنشاء مجموعة عمل من الدول الأعضاء لمساندة جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة، مبينا أن الترحيب والتأييد الذي لقته المبادرة من المنظمات والشخصيات الدولية يدلل على المكانة المرموقة التي تبوأها سموه على المستوى الدولي. وأشار الصالح إلى أن الرسالة التي وجهها سمو رئيس الوزراء لدى تفضله برعاية منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح تبين حرص سموه على تكامل الجهود الدولية لتحقيق التعاون المنشود في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن دعوة سموه لوضع استراتيجية عالمية تعزز من حق الأمن الصحي للشعوب باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن العالمي بمفهومه الشامل.